صباحات الخير عليكم مشاهدينا من جديد، برحب بكم في صباحاتنا السودانية وفي فقرة بنتحدث فيها عن موضوع شيق، موضوع جميل جدا، كرنفال مجلة بنت النيل لتكريم النساء الرائدات السودانيات اللي بيبدأ غدا تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. سعيدة جدا انه يكون معي داخل الاستوديو والاستاذة صفاء عوض منظمة الكرنفال. صباح الخير عليك. كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. بخير الحمد لله. تمام. طيب صفاء، بدءا قبل ما نتكلم عن المهرجان وقبل ما نتكلم عن هذا التكريم اللي حيكون مقام ابتداء من الغد، خلينا نتكلم عن مجلة بنت النيل نفسها منذ التدشين حتى الآن. طيب، مجلة بنت النيل هي مجلة نسائية بتهتم بكل حاجة ممكن تخدم المرأة السودانية العصرية في كل المجالات، ابتداء من المجالات الممكن أو الخدمات الممكن تفيدها كربة منزل، كأم، كزوجة، كصاحبة، كأخت، تقدر توفر بها احتياجاتها لبيتها وليها ولأخوانها ولزملائها وكذا. بنوفر لها دليل شامل فيه كل الجهات أو المراكز الخدمية الممكن تفيدها. الدليل ده بيصدر شهري بكل شهر، بتتوزع مجانا المجلة. المجلة مما بدأت بمسمى فور هير. أخذت كمية من الإصدارات بالمسمى ده إنه هي حتكون فور هير. فالاسم ما كان واضح كثير للناس، يعني الاسم شويه ماخذ طابع اجنبي، يعني فور هير، فقررنا احنا نسميها بنت النيل بحيث انها تاخذ طابع سوداني اكثر. يعني بنت النيل يعني هي رمز للمراه السودانيه او مسمى جميل للمراه السودانيه. فاخترنا المسمى ده، وحاليا المنظومه بتدشن في المسمى الجديد للمجله اللي هي مجله بنت النيل. ايوه. طيب خلينا نتكلم عن المنتديات الثقافية الشهرية اللي انتم تقيموها من خلال هذه المجلة ومن خلال التجمعات النسائية للنساء رائدات ونساء مؤثرات في المجتمع. أيوة، المنتدى الشهري هو دائما بيكون متزامن مع الإصدارة بتاعت المجلة نفسها. في كل شهر الإصدارة بتاع بنعمل منتدى بيكون فيه تكريم للشخصيات اللي شاركت معانا في المجلة. الشخصيات اللي احنا كتبنا عنها في المجلة شخصيات رائدة سودانيات في كل المجالات، سواء المجالات الصحفية، السياسية، الاقتصادية، بالإضافة للسيدات رائدات أعمال، ابتداء من رائدات الأعمال المشاريع الكبيرة للمشاريع الصغيرة للشابات الطموحات البادين مشاريع جديدة. فبنتكلم فيه عن التدشين بتاع العدد، بيكون مدعوين فيه كل الشخصيات الشاركة معنا في العدد، الشخصيات المكرمة في العدد، شخصية العدد برضو بتكون مدعوة إنها تكون حاضرة المنتدى. بالإضافة لأنه بيكون فيه انطلاقة للمواهب الجديدة، لأنه بيكون فيه أمسيات شعرية وأمسيات غنائية، فهو باعتبار أنه منصة للمواهب السودانية الشابة بنات. أيوة. لأنه المجلة نسائية. أيوة نسائية، يعني مجال النسائي فقط يعني. فده بيكون المنتدى. طيب المجلة. نجي نتكلم عن الموضوع الأهم والأساسي يمكن اللي احنا طارحينه من خلال فقرتنا لهذا اليوم، وهو كرنفال تكريم النساء الرائدات اللي حيبتدي من الغد. خلينا ناخذ عنه تفاصيل وخلينا ناخذ برضو فكرة عن شكل الكرنفال. الكرنفال هو احنا اخترنا التوقيت ده بالذات انه احنا ندشن فيه المسمى الجديد للمنظومة، وهي منظومة بنت النيل اللي بتشمل المنصة لتكريم المرأة السودانية وللإعلاميات السودانيات، السيدات الرائدات في المجتمع، الشخصيات الرائدة في المجتمع من السيدات السودانيات، وتدشين للمسمى الجديد. وفي نفس الوقت هو احتفالية اخترناها مخصوص إنها تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، لأنه ده الاحتفال اللي بيهم المرأة السودانية والعالمية طبعا. الاحتفال فيه كمية من الفعاليات وفيه فقرات مختلفة، ابتداء من المعرض فنون التشكيلية، معرض الأستاذة ستن البدري ربنا يديها الصحة والعافية، بحكم أنها هي رائدة الفن التشكيلي النسائي في السودان. وعندنا الاستوديو بنات المغربي برضو استوديو إعلامي ربنا يرحمهم، طبعا هما فقيدات الإعلام السوداني. الإذاعة والتلفزيون. حنعمل استوديو اسمه استوديو بنات المغربي، حيكون فيه استضافة للشخصيات اللي حتتكرم في المهرجان، شخصيات نسائية رائدة في مجال الأعمال ومجال التلفزيون والتجميل والصحة، كل الحاجات ممكن
السيدة السودانية تتكرم فيها تأخذ فيها حقها يعني. نعم. بالإضافة اللي عندنا مسرح الأستاذة فايزة عم السيب ربنا يديها الصحة والعافية. نعم. ده برضو مسرح الفنانات الشابات. نعم. هيكون برضو تكريم للسيدة فايزة عم السيب ربنا يديها الصحة. نعم. طيب خلينا نتكلم عن المعايير اللي بيتم اختيار النساء اللي بيتم تكريمهم من خلال هذه الكرنفالات أو من خلال حتى الأمسيات الثقافية. شنو الحاجات اللي أنتم بتاخدوها في عين الاعتبار قبل ما تختاروا شخصيات معينة بحيث أنكم أنتم تكرموهم؟ بناخد في اعتبارنا الشخصية مدى تأثير على المجتمع النسائي في السودان. من أهم الشخصيات اللي حنكرمها في المهرجان اللي هي المهرجان كله يعني هي المحور الأساسي للتكريم في المهرجان اللي هي الفنانة الراحلة حواء الطقطاقة باعتبار أنها هي رائدة الفن النسائي منذ بداية الفن السوداني. هي كانت أشهر فنانة كانت بتغني طبعا غنى البنات دي حاجة معروفة. فده الاحتفال كله بيدور حول الاحتفالية بحواء الطقطاقة. نعم. هي محور الاحتفال. نعم. فيه تكريم للفنانات الشابات اللي حيكونوا مشاركات في الفقرة دي من المهرجان، بالإضافة لتكريم سيدات الأعمال السودانيات منهم الأستاذة سامية شبو لأنها رائدة الأعمال في السودان. نعم. نعم. وفيه تكريم للأستاذة ستان البدري وفيه تكريم للسيدة سوسن الخفدي اللي هي الشخصية اللي بدأت التجميل النسائي في السودان. يعني جابته من الخارج زي ما بيقولوا برا، يعني كانت أول حاجة متميزة برا، كانت وجه مشرف جدا لخبيرات التجميل برا. بعد ذاك بدأت نزلته إلى السودان. أيوة. نعم. فهي من الرائدات التجميل في السودان، برضو حيكون عندها فقرة بتاع التكريم. في شخصيات كثيرة إحنا حنكرمها لكن ده طبعا حيكون مفاجأة الاحتفال، ما عايزين نحرق الاحتفال كله. ما عايزين نحرق الاحتفال كله. طيب خلينا نتكلم عن الاحتفال، الزمن، المكان، هل حيستمر لعدد من الأيام أو حيكون يوم واحد؟ برضو عشان ندي فكرة للنساء اللي بتابعونا، أكيد أنتوا دي دعوة موجهينها لكل النساء اللي بتابعونا، فخلينا نوريهم بمكان الاحتفال، زمن الاحتفال، والعدد على الأيام اللي حيكون فيها. المهرجان بيبدأ من يوم 8 اللي هو فعليا اليوم العالمي للمرأة، حيستمر 3 أيام يوم 8 و9 و10 من الشهر ده إن شاء الله. حيكون في منتجع سما السياحي شمال شرق جامعة الخرطوم مجمع الوسط. نعم. في شارع النيل. الاحتفال احنا اخترنا المكان ده لأنه بيتناسب مع الفقرات النهارية والفقرات المسائية، وباعتبار انه النيل هو المسمى الواضح لنا احنا. نعم. يعني فبنت النيل لازم الاحتفال بتاعنا. وحيكون من الصباح حتى الساعة، ايوه حيكون من الساعة 9 صباحا ان شاء الله لغاية الساعة 11 مساء. نعم. فيه الاحتفال، فيه التكريم، فيه فقرات غنائية، فيه امسيات شعرية، فيه معرض التوب السوداني، فيه عرض ازياء للتوب السوداني لمصممات التياب السودانية، فيه المسرح بتاع الاستاذة فايزة عم السيب، وعندنا فيه بازار تجاري اللي هو في احنا من الهدف منه احنا نشجع رائدات الاعمال المشاريع الصغيره. نعم. الشباب الصغار اللي حابين يبدوا مشاريعهم من تصميم اكسسوارز لهاند ميد لرسم اي حاجه. ايوه ممكن. ايوه ممكن السيدات يبدعوا فيها. نعم. ده حيكون البازار ان شاء الله، بالاضافه للامسيات الغنائيه حتكون ختام لليوم، يعني كل يوم حيكون فيه ختام بأمسية غنائية. نعم. حتى اليوم الأخير حيكون الاحتفال الختام للمهرجان إن شاء الله، وده حيكون فيه كمية من المفاجآت وجوائز إن شاء الله للمشاركات. نعم. نتمنى إنه الكرنفال أو المهرجان يمشي على حسب التخطيط اللي انتوا واضعينه له وصفاء، وبنتمنى انه الحاجه دي صدقيني دفع معنويه كبيره جدا جدا، حتى اذا ما كانت الشخصيات الموجوده كلها مكرمه، ولكن هي دفع معنويه كبيره جدا جدا لنساء كثر بيحاولوا يفتشوا على مجتمع يكون فيه المراه مقيمه والمراه مقدرة وجهودها وكل التعب اللي هي بتبذله في إنها تنمي المجتمع يكون مقيم ومقدر، فدي حاجة جميلة جدا جدا منكم. بنتمنى لكم التوفيق أكيد صفاء، وإن شاء الله زي ما قلنا دي دعوة عامة لكل النساء اللي بتابعونا من خلال صباحاتنا السودانية في إنهم يكونوا موجودين من خلال الكرنفال. من جديد بذكر إنه حيكون شمال شرق
شمال شرق مجمع الوسط مجمع الوسط جامعة الخرطوم ابتداء من الغد، وحيستمر لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا وحتى 11 مساء. كده صح؟ حفظت الموضوع؟ شكرا جزيلا لك صفاء، نورتينا وشرفتينا من خلال صباحاتنا السودانية. شكرا لكم كثير على الاستضافة، الشكر مني أنا شخصيا ومن إدارة المنظومة والمجلة على الاستضافة الجميلة ده، الصباح الحلو ده معاكم. بتمنى إن شاء الله المهرجان يأخذ الحق فيه، إنه هو يكون إحنا نكون قدمنا فيه حاجة تفيد المرأة السودانية، ويكون مهرجان ده مهرجان ثابت، إنه يكون دليل ومجلتنا تكون دليل ومرجع لكل السيدات السودانيات في إنهم يقدموا ياخذوا منه خبرات وياخذوا منه خدمات ممكن تفيدهم في المجتمع ان شاء الله. نتمنى كمان احنا كده صفاء، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في صباحاتنا السودانيه.